بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم حصاد الأهلي. صراحة النهاردة عندي كلام كتير جدا، آخر استعدادات النادي الأهلي قبل مباراة الكاس، أيضا عندنا كلام عن قرعة الدوري الممتاز، وأيضا آخر الأخبار الأوروبية. ولكن في بداية الحديث يجب أن أتحدث عن صراحة حلقة ملك وكتابة اللي كانت في منتهى الجمال، الرأي والرأي الآخر. وده ميزة النادي الأهلي، إن في الأخير الكل بيقول رأيه، ولكن في إطار من الأدب والشياكة واللباقة، وفي الأخير لمصلحة الكيان والأهلي فوق الجميع. النهارده كان ضيف الباشمهندس سعد بقيع، وايضا الاستاذ ابراهيم المنيسي، يعني الاعلاميين الكبار، سياده العميد محمد بدر، واستفاض في العديد من الامور اللي بتخص النادي الاهلي. صراحه حلقه كانت مهمه جدا، ويعني من الحاجات اللي بتبين الفرق ما بين النادي الاهلي كيف يناقش، ما بين جدرانه في اخر الحوار واخر الحديث، بيبين لك قيمه النادي، ان لما بيكون في اختلاف ليه وجهات النظر فهي في مصلحه الكيان. هبدأ مع حضراتكم بقى ونخش في ملف كرة القدم وملف كاس مصر. كاس مصر البطولة النادي الأهلي الأكثر حصولا عليها، 35 مرة كاس مصر، والبطولات اللي قريبة إلى إلى جمهور النادي الأهلي. النادي الأهلي بيحب بطولة الكاس، زي ما بيحب بطولة الدوري، بيحب بطولة الكاس، بيحب بطولة السوبر، بيحب بطولة دوري أبطال أفريقيا، فما شاء الله جمهور النادي الأهلي دايما عاشق للبطولات، وده ميزة النادي الأهلي. النادي الأهلي فريق بيلعب أجمل كورة وبيحقق بطولات. آخر استعدادات النادي الأهلي اليوم، عمل النادي الاهلي خاض مساء امس الاثنين مرانو على احد الملاعب الفرعيه بفندق منطقه برج العرب، وده اخر استعدادات الكابتن حسين البدري للقاء المصري في فاينل الكاس، اللقاء اللي هيقام ان شاء الله في الثامنه من مساء اليوم. احنا خلاص دخلنا في اليوم الجديد، وشارك في المران كل اللاعبين اللي اختارهم كابتن حسين البدري للدخول في معسكر الاهلي باسكندريه. وكان كابتن حسين البدري خصص بعض من الفترات، وفي الاخير يعني اخر فتره في التمرين، لضربات الجزاء. كل اللعيبه شاركوا في فقره ضربات الجزاء. خلينا نتكلم على اخر استعدادات الاهلي لماتش الكاس. الكل يعلم ان فاينل الكاس غير اي ماتش في بطوله كاس مصر، يعني انت مشوارك في البطوله مهما كان صعوبته، ولكن الفاينل له حسابات اخرى، حسابات اخرى ان هو دي ماتش بيحدد لك لازم يكون هناك فائز، عكس مباراه الدوري ممكن تقبل القسمة على اثنين، ممكن يبقى في تعادل في لقاء الكاس اللي يجب ان يكون هناك فائز، في حاله التعادل وقت اضافي وضربات ترجيح. عشان كده الكابتن حسام البدري كاي من المدربين الكبار لازم بيحط لعيبته كل السيناريوهات المطروحه، ووارد جدا 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 ان يحدث تعادل ويذهب الى ضربات الترجيح، ولكن هذا لا يعكس استراتيجية النادي الأهلي داخل المباراة. التمرينة الأخرانية بيبقى الجوانب الفنية فيها مش عالية جدا. التمرينة اللي قبل آخر ماتش أو قبل آخر تمرينة عفوا قبل الماتش هي اللي بتبقى فيها الجوانب الفنية اللي فيها الاستراتيجية وطريقة اللعب وإزاي هاجم وإزاي هدافع والكلام ده كله. ولكن آخر تمرينة قبل المباراة بيبقى فيها التركيز على الضربات الثابتة، بيبقى فيها التركيز على بعض الجوانب البدنية، بيبقى فيها بعض الجوانب التكتيكيه في الضربات الثابته، وطبعا المحاضره ومراجعه كده للعيبه لسيناريو اللقاء. خلينا نتكلم ان كابتن حسام بدري في ماذا يفكر في لقاء المصري. كلنا شفنا في لقاء سموحه، اعتقد النادي الاهلي وكابتن حسام بدري هيبتدي بنفس تشكيل سموحه، شريف اكرامي في حراسه المرمى، رامي ربيع، محمد نجيب، معلول، والجديد على تشكيلة الأهلي في لقاء سموحة هو عودة أحمد فتحي مرة تانية بعد الإيقاف. ده رباعي خط الظهر. في خط الوسط السولية وحسام عاشور، وعندك أمامه عبد الله السعيد، عندك من الممكن يكون صالح جمعة. الطرفين هيبقى وليد سليمان ومؤمن زكريا، وفي الأمام أبي ده التشكيل المقترح. واحنا معنا على الهاتف الناقد الرياضي الاستاذ انس مصباح. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ محمد. حضرتك شفت اخر استعدادات النادي الاهلي للقاء الغد، طبعا لقاء الفاينل كاس مصر، ماتش مهم جدا الاهلي والمصري. رايك ايه في استعدادات النادي الاهلي؟ اكيد يا استاذ محمد، طبعا ماتش مهم بالنسبه للجمهور الاهلي والجهاز الفني واللعيبه والاداره وكل من ينتمي للنادي. الاستعدادات للمباراه جاءت على قدم وساق. الجهاز الفني المتخذ للفريق حط برنامج فني وبدني مناسب للمباراه واهميتها، تلافي الاخطاء اللي حصلت قبل كده، وتدعيم الايجابيات يعني.
طيب الكابتن حسام البدري كان مركز في بعض الجمل داخل التمرين، ولا كان القصه كلها في محاضره للعيبه تذكيرهم على النواحي الخططيه داخل اللقاء الغدي؟ محمد اسلوب الكابتن حسام ما بيتغيرش في معظم الماتشات على مدار الموسم، يعني يمكن حتى طريقه اللعب والتشكيل محفوظين لمعظم الجمهور، تغيير في اضيق الحدود بس. مباراه بكره يعني الاعتماد وليد حضرتك كنت بتقول من شويه متوقع وليد سليمان ومؤمن زكريا في الهجوم ومعاهم اجاي في كراس حربة وحيد. الجنبين لهم دور مهم جدا بكره في الماتش، تسديد بعيد المدى كاحد الاسلحه المهمه للاهلي. يبقى الشق الدفاعي اللي كان فيه شويه مش هقول قلق ولكن كان فيه مشاكل الفتره اللي فاتت. كابتن حسام قعد مع نجيب وربيعه كتير الفتره اللي فاتت عشان يصححوا الاخطاء اللي وقعوا فيها. على امل تهلف فيها في مباراه الغد امام هجوم المصري يعني. طيب استاذ انس، شايف يعني اخر استعدادات النادي الاهلي على قدم وساق، وان الكابتن حسام البدري قعد مع نجيب وربيع في الناحيه الدفاعيه، هل كان في بعض النواحي الهجوميه اللي ظهرت في تدريبه اليوم؟ الكابتن حسام في التمرين النهارده حاول على قد ما يقدر ان يخفي التشكيل، لكن في النهايه المفاجات محدوده، مفيش مفاجات، مفيش الفريقين كتاب مفتوح لبعض. يعني اذا هو الكابتن حسام بدري او حسام حسن الناحيه الثانيه عارفين الاثنين عارفين العناصر القوه وعناصر الضعف. كابتن حسام يمكن درس المصري كويس جدا عن طريق الفيديو الفتره اللي فاتت. المفاجات في النهايه بمستوى اللعيب. طيب داخل ارض الملعب هو اللي يحسم وجهه الكاس يعني. طب استاذ انس، عايز اسالك انت شايف اللقاء ازاي؟ الاهلي امام المصري فاينل الكاس، طبعا كان في مواجهتين في الدوري، النادي الاهلي فاز في اللقاء الاول بثلاث اهداف، واللقاء الاخير تعادل كلا الفريقين بهدف للمقابل. شايف اللقاء ازاي في خاصه ان ده لقاء ذو طابع خاص، ده فاينل كاس؟ لا اكيد ان مباريات الاهلي والمصري اكتسبت طابع خاص منذ مجدره بورسعيد، محدش يقدر ينكر الكلام ده. يمكن ده بيأثر على اللعيبه داخل الملعب. اهميتها بالنسبه للجمهور يمكن لو ما تساواتش مع مباريات الزمالك في فاقتها بالنسبه لجمهور الاهلي والجمهور المصري حتى، شايفين الاستادات عامله ازاي. لكن في النهايه نتمنى انها تخرج بشكل يليق باسم الكره المصريه، مباراه رياضيه بين فريقين حتى ولو كان في بعض الحساسيه بين الجمهور، لكن اكيد الوقت هو هينهي الحساسيه دي. انا بسالك من الناحيه الفنيه، شايف من الناحيه الفنيه هيبقى اللقاء مجرياته ازاي؟ الناحيه الفنيه بتتاثر بالكلام اللي بتكلم حضرتك فيه ده يا استاذ محمد، اكيد يعني اللعيبه بتبقى مفكره بالجمهور والكلام ده. لكن طبعا هو مباراه نهايه موسم، الشق البدني هيبقى قليل طبعا، يعني هو اللي هيحسم التفوق لاي طرف يعني. طيب استاذ انس اشكرك شكرا جزيلا، مداخله كانت بموضحه اخر استعدادات النادي الاهلي للقاء الغد. وزي ما قلت لحضراتكم يعني من قبل المداخله، بقول لحضراتكم دايما اخر تمرين قبل المباراه بتبقى الامور الفنيات فيها مش كتير، لان المدرب بيبقى مستعد ومذاكر كويس قوي على مدار الاسبوع، مدي لعيبته الجرعه التامه، والتمرين اللي قبل الماتش بيوم بتبقى الجوانب بيبقى فيها تركيز على الضربات الثابته، بيبقى فيها تركيز على بعض النواحي، بيبقى فيها مراجعه ما بين اللعيبه وما بين المدير الفني، سواء من الفيديو سواء على النقاط اللي بيحاول ان هو يركز عليها. في بعض نقاط الضعف اللي ذكرناها لنا استاذ انس في الناحيه الدفاعيه، ازاي يبقوا واقفين مع بعض، ازاي يبقى خط الدفاع مترابط، خاصه ان الفريق المصري من الفرق اللي هنتكلم بقى على طريقه كابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن خطته قريبه جدا 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 الى طريقه كابتن محمود الجهري، وده شيء يحسب له. كابتن محمود الجهري من افضل المدربين الفنيين، يعني المديرين الفنيين اللي جم ان لم يكن الافضل في تاريخ الكره المصريه. دايما هتلاقي كابتن حسام حسن في فرقته هتلاقيها الجانب البدني عنده قوي جدا. الناحيه الثانيه الفايتنج سبيريت او الروح القتاليه داخل الملعب هتلاقيها عاليه جدا برضه. كابتن حسام حسن بيلعب على تقارب الخطوط ما بينه وما بين كل الخطوط، سواء من خط الدفاع، خط الوسط، وخط الهجوم، ودايما بيحب يبقى بيلعب بالسرعات، لانه امام النادي الاهلي هو مش هيعرف يلعب على الاستحواذ، فدايما عنده من السرعات اللي في الامام سواء احمد جمعه، عبد الله بيكا، او اسلام عطيه، دول اللي بيبقى دايما كابتن حسام حسن بيلعب عليهم في ناحيه التحول من الدفاع للهجوم، ودي ابرز سمات النادي المصري في مع طريقه الكابتن حسام حسن. بيحاول دايما ينقل الكوره من الدفاع للهجوم بشكل سريع جدا، يلعب في المساحات الفاضيه خلف الديفنس، كلها سرعات، هتلاقي معدل جري كبير جدا في لعيبه النادي المصري، وده السمه الرئيسيه اللي موجوده في طريقه كابتن حسام حسن، وهو مدي شخصيه
شخصية النادي المصري مع كابتن حسام حسن هي كده. كابتن حسام البدري بيلعب على استحواذ، بيلعب على الفوارق الفردية، بيلعب على انه يضرب الديفنس عن طريق الباكات. ده لقاء الدور الاول اللي احرز فيه مروان محسن الهدف الاول، وكان نادي الاهلي فاز بثلاث اهداف. اخدكم للمواجهات واحنا بنعرض مع حضراتكم اهداف الاهلي في المصري، ان تاريخ المواجهات ما بين النادي الاهلي والمصري بيشير لتفوق كبير للنادي الاهلي، ولعبه 21 مره حقق خلالها النادي الاهلي 14 انتصار وتعادل اربع مرات وهزم في ثلاث مرات. النادي الاهلي احرز في شباك المصري 48 هدف في الكاس، بينما استقبلت مرماه 22 هدف، و5-0 هي كانت اكبر نتيجه في تاريخ مواجهات الاهلي والمصري في الكاس، وتكررت مرتين للنادي الاهلي في سنه 27 وفي سنه 37. اما في تاريخ المواجهات ما بين الاهلي والمصري في الدوري ايضا فيها تفوق احمر كبير جدا، و109 مباراه النادي الاهلي اتحقق فاز في 58 لقاء، بينما تعادل في 33 وهزم في 18. النادي الاهلي احرز 152 هدف في شباك النادي المصري، بينما استقبلت شباكه 82 هدف. فكرت انا حضراتكم السنه دي بلقاء الدور الاول والدور الثاني، تعادل كان اخر اللقاء، تعادل 1-1، كان هدف صالح جمعه الهدف الشهير، و4-0 كانت اكبر نتيجه في مواجهات الاهلي والمصري في الدوري، قررت ايضا مرتين في 78 79 و 98 99. ده كان ابرز المواجهات والارقام لمواجهات الاهلي والمصري. دايما لحضراتكم بنجيب كل النقاط سواء من الناحيه الرقميه سواء من الناحيه الخططيه. ادي احمد جمعه من اللعيبه اللي بيركز عليها الكابتن حسام حسن والتسديد، لعيب سريع وهو بيحب السرعات في الامام، دايما بيحب يلعب ناس سنهم صغير وجريه في الامام. كابتن حسام البدري على الجانب الاخر بيلعب على الاستحواذ والاختراق من الاجناب. كابتن حسام البدري عنده من الحلول، عنده صالح جمعه، عنده مؤمن، عنده وليد سليمان. هو من الممكن انه هيبدا بوليد ومؤمن على الاجناب لانهم بيأدوا الدور الدفاعي بشكل مهم جدا، وبيعرف يحمي الباكات سواء معلول او احمد فتحي. ده اهم وابرز النقاط الفنيه اللي بنقول لحضراتكم على لقاء الاهلي والمصري ان شاء الله في الثامنه من مساء الغد. هكمل كلامي عن اللقاء والطاقم النرويجي. خلاص تم اسناد المهمه من قبل كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام او المشرف العام على لجنه الحكام وعضو مجلس اداره اتحاد الكره، وهو الحكم النرويجي سفن اودفر موين. هذا الحكم من الحكام اللي حكمت تشامبيونز ليج، من الحكام ما دام حكم في بطوله دوري ابطال اوروبا او التشامبيونز ليج، ده بيديله كريدت او بيديله اضافه مهمه جدا. انا مش اي حد بيحكم في اهم واقوى البطولات العالميه وليس فقط في اوروبا. ايضا شارك في تصفيات الامم اوروبا في كذا لقاء. هو حكم نرويجي عنده 38 سنه، ومش اول مره هو حكم لقاء اهلي وزمالك في 2015 2016، انتهى بالتعادل السلبي 0-0 بين الاهلي والزمالك، وكان على ملعب الجيش بالسويس. اذا هو عنده خبره في الكره المصريه لانه ادار لقاء قمه من قبل. هيعاونه كل من كين توماس وماجنوس لادنبرج، والحكم الرابع هيبقى الكابتن بدوي حميده. نتمنى لهم التوفيق وان اللقاء يكون، طبعا ادي صوره امام مين؟ امام ارين روبن في احد لقاءات الشامبيونز ليج، وهو من الحكام اللي مش سريع في اتخاذ القرارات ومش سريع في اتخاذ خاصه الانذارات. هو بيتأنى شويه قبل ما يطلع انذاره. دي يمكن مخرجنا جايب لنا صوره وهو بيطلع انذاره، ولكن هو من الحكام يعني لما شفنا وتابعنا لقاء القمه اللي فات كان بطيء يعني الى حد ما متأني في الانذارات. نتمنى ان اللقاء تحكيميا يكون على اعلى مستوى. نروح لقرعه النادي الاهلي في الموسم الجديد، وهو ما بيحصلش الا في مصر انك تعمل قرعه لموسم قبل ما ينتهي الموسم اللي بعده حتى ولو كان بيوم. في كل الدول في العالم
الناس بطلت وخلاص، وخلصت الدوري وخلصت الكاس وخدت الراحه وابتدت فتره اعداد ودخلت في الموسم الجديد، واحنا لسه بنخلص موسم قديم خلاص، دخلنا فوق 335 يوم ولسه الموسم لم ينتهي في الكره المصريه. وده من الحاجات اللي هنقل بقى على ان احنا لازم نعدلها. النادي الاهلي هيلاعب طلائع الجيش في اول لقاءاته في 8 سبتمبر المقبل، وده اول لقاءات النادي الاهلي الافتتاحيه، بعديها هيواجه المصري المقاصه، وبعد كده هيواجه الرجاء في الاسبوع الثالث، الاسبوع الرابع الاسماعيلي، الاسبوع الخامس هيلاعب الاتحاد، السادس المقاولين، السابع الاسيوطي، الثامن النصر، التاسع الانتاج، الداخليه في العاشر، المصري في ال11، انتي في ال12، ال13 طنطا، ال14 سموحه، ال15 هيبقى وادي دجله، ال16 بتروجيت، واخر اللقاءات الاهلي والزمالك في الاسبوع ال17. بنتمنى هنا حاجتين من لجنه المسابقات. ان طيب احنا معانا تقرير من الحاج عامر حسين هنعرضه لحضراتكم، ولكن قبل ما نشوف التقرير بقول مرة ثانية، انضباط المسابقة بالنسبة لكل الأندية وكل المديرين الفنيين هو أهم سمة لو كنت عايز تتقدم بكرة القدم. لأن أنا برجع بحط هذا الجدول، سواء أنا كمدير فني بجيب مخطط الأحمال بتاعي، بنبتدي نحط شغلنا على هذا الأساس. أي حاجة غير كده بيبقى الموضوع فيه مشاكل كبيرة جدا زي اللي احنا بنواجهها في الكرة المصرية في هذا الشأن، ومشاكل الإجهاد ومشاكل كذا وإصابات، وهتلاقي مشاكل كتير جدا. والموضوع فرط في هذا الموسم، لأن موسم لا ينتهي، وده لا يحدث إلا في مصر، وما فيش دولة في العالم الموسم فيها بيفضل متلاحم بهذا الشكل. ولكن هنا بقى فترة التعلم من الأخطاء، كابتن عامر حسين قال كلام، ونتمنى ان يكون الكلام دوت في محله ويكون الجدول ماشي على الساعة. نطلع ونقول ونشوف تقرير حاج عامر حسين. كان في اجتماع امني اول امبارح مديرية امن اسكندريه، وتم الاتفاق على ان 30 شخص من كل نادي، سبعه في المقصوره و23 يمين وشمال، كل واحد ورا دكه البدلاء بتاعه الفرقه بتاعته. في 50 صحفي في مقصوره الاعلاميين اعلى المقصوره الرئيسيه، و25 مصور. الشركه الراعيه هتقوم بمراسم توزيع الكاس والميداليات، والامن الخاص هو اللي هيامن المراسم دي. كل اللي اتفقنا عليه، هي بوابه رقم واحد هيخش منها الناس كلها، بوابه رقم اربعه للفريقين فقط. الحكام كابتن عصام طبعا هو المسؤول عنهم، ما بيقولش لحد هم الحكام منين لغايه ما هو بيعلن. دي كل الامور اللي تنظيميه. كابتن هاني موجود في اسكندريه من امبارح، اتفرج على المباراه وقعد لغايه تسليم الكاس ان شاء الله بكره، ومجلس الاداره معاه موجود. يعني نتمنى ان شاء الله نشوف مباراه ممتعه وتعكس الروح اللي شفناها في الفتره الاخيره من الكابتن ابراهيم وحسام حسن وقناه الاهلي واعلام النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. الحمد لله يعني الامور احسن من الاول بكتير. نتمنى ده برضه انعكاس بكره في الملعب، اللعيبه توفر لها كل حاجه، الجو المناسب، الامور هاديه غير المباريات السابقه، ان هم يؤدوا اداء فني، خاصه ان هم ادائهم الفني كان عالي في الفتره الاخيره. مجلس الادارات الحمد لله جينا في احسن وقت، رئيس النادي هنا ورئيس النادي هنا الحقيقه، مهندس محمود طاهر ورئيس النادي الاستاذ سمير حليه الحقيقه على اعلى مستوى من الفكر والثقافه، وبالتالي الامور انا شايف سمير بيه حليه الحقيقه بقى له موسمين ثلاثه بيقول كلام، يعني كلام على اعلى مستوى، عارف كل كلمه بيقولها، الراجل مقدم ايده يعني وفتح ايده للناس كلها، فتح ايده للنادي الاهلي، قال لك اروح العب جوه النادي الاهلي، يعني مقدم كلام كويس جدا. نفس الوضع النادي الاهلي الحقيقه برضه اخر مباراه في الدوري، الاجهزه الفنيه ما فيهاش مشكله، بيحضنوا بعض كلهم من نادي واحد، فبالتالي انا شايف الامور يعني كلها مهيئه ان الامور عادت الحمد لله لطبيعتها. حاجه اكيد لما هيبقى في شده الكاس، طبعا ده امر طبيعي في الكوره، كل واحد ياخد الكاس، 10 سنين نادي ما خدش الكاس، 15 سنه نادي الثاني ما خدش الكاس، اكيد كل واحد عنده امل ان هو ياخد الكاس، وفي الاخر النتيجه ربنا عارفها من النهارده، كل واحد يعمل اللي عليه وخلاص. لو كل واحد عرف كده خلاص الامور هتبقى هاديه يعني، واللعيبه تقدم بهدوء. ده كان تقرير مع الحاج عامر حسين، كان بيتحدث بالاخص عن بطوله كاس مصر وفاينل بطوله كاس مصر بين الاهلي والمصري. وانا من هنا بنشكرك يا حاج عامر، نتمنى 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 ان الجدول الدوري العام الجديد لموسم 2017 2018 يمشي زي ما اتحط،
ما يبقاش فيه تأجيلات، ما يبقاش فيه توقفات كبيرة عشان ما نواجهش نفس المشاكل، لأن المشاكل دي هتضر الكرة المصرية وهتضر منتخب مصر. نروح لإنجلترا ونروح للعالمي، واحدة من أكبر الشبكات في الرياضية في العالم ومن أقدمها، هي شبكة ESPN Sports، وضمت محمد صلاح والنجم أحمد حجازي، النجم طبعا نجم النجوم محمد صلاح، ضمن قائمة أفضل خمسة أفارقة في الأسبوع الأول لدورياتهم. هذه الشبكة من الشبكات الأكثر تغطية في العالم، يعني في كل مكان في العالم ليها مراسلينها وليها مكاتبها، ومن الشبكات الأكثر متابعة في كل أنحاء الدنيا، بتلاقي ناس متابعي شبكة ESPN، فبيعملوا تقييم للأفارقة في الدوريات الأوروبية. أحمد حجازي ومحمد صلاح ما شاء الله، أحمد حجازي بعد إحرازه هدف الفوز مع نادي ويست بروميش ألبيون في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي، أيضا ظهور النجم طبعا محمد صلاح وصنعه لهدف بعد ما خد ضربة جزاء، وأيضا إحرازه هدف في لقاء ليفربول الأول أمام واتفورد، حطهم مع الرانك او الريت التقييم اللي اخدوه فيه، طبعا ده خد مان اوف ذا ماتش، خد رجل المباراه هنا وده خد رجل المباراه هنا، ففي الاخير زينوا قائمه افضل خمسه افارقه، لان احمد حجازي جاب هدف في فريق بورنموث، وايضا اللاعب احمد صلاح احرز هدف وصنع هدف امام واتفورد، فكانوا الاداء الجيد والاداء الرائع والاداء المبشر في بدايه السيزون حطهم ضمن افضل خمسه افارقه، اضافه الى المغربي خالد بوطيب اللي سجل هدفين لنادي مالتيا سبورت على عثمان لسبورت في الدوري التركي بثلاثه اهداف، وايضا الثنائي المصري طبعا محمد صلاح واحمد حجازي تم برضو وضعهم في التشكيله المثاليه الابرز للبريمير ليج من جانب صحيفه كبيره جدا وهي ديلي اكسبريس البريطانيه، ودي حاجه تفرح الصراحه، حاجه مبشره جدا، ويا فرحتك يا هكتور يا كوبر، لان المدير الفني المنتخب مصر لما وكلنا كجمهور لما بنلاقي اللعيبه المصريين بهذا المستوى في التالق بيبقى الانعكاس اكيد هيبقى مردوده كبير على منتخب مصر باذن الله. ونروح لتركيا، وايضا محمود تريزيجيه بيزين التشكيله المثاليه للاسبوع الاول للدوري التركي. محمود تريزيجيه قدم عرض اكثر من رائع، احرز هدف وصنع الاخر في فوز فريقه قاسم باشا، كان بيلاعب على ألينيا سبورت، كسبوا ثلاث اهداف مقابل هدف في منافسات الجوله الاولى عشان ايضا يخش فيها التشكيله المثاليه، جنب مين؟ جنب بيبي نجم ريال مدريد السابق، وايضا مارتن سكيرتل لاعب فريق ليفربول السابق، ودي الهدف اللي احرزه تريزيجيه براسه، ودي من الحاجات اللي اضيفت لتريزيجيه. تريزيجيه احترف لانه ابتدى يبقى اكتف وفعال على الجون، مش بس صانع لعب ومش بس عشان سرعاته، ولكن ابتدى يحرز اهداف، ولاعيبه الاجناح سواء في الجانب الايسر او الجانب الايمن لما ابتدي يحرز اهداف هم دول اللي بيحترفوا، هم دول الكره الاوروبيه، لان انت لو بصيت على اي نادي في العالم مش هتلاقي هدافه راس الحربه، هتلاقي هدافه الاثنين اللي بيلعبوا جنبيه وابرزهم ريال مدريد. بص كريستيانو رونالدو بيجيب كام جون وكريم بنزيما راس الحربه بيجيب كام جون، خش على اي نادي بص على تشيلسي دييجو كوستا بيجيب كام جون وازار بيجيب كام جون، هتعرف ان اللعيبه القادمون من الخلف او من الاجناب هم الاكثر احرازا للاهداف، وعشان كده محمود تريزيجيه ما شاء الله ايضا في التشكيله المثاليه للدوري التركي، بنتمنى له التوفيق في المباريات القادمه ويستمر في هذا المنوال من النجاح. نروح لفرنسا ونجمنا كريم حافظ بيمدد عقده مع فريق لانس الفرنسي بعد الاعاره، هو بيلعب في نادي ليرز البلجيكي وتم اعارته لنادي لانس الفرنسي الموسم الماضي، وهو توصل بنجاح الى تمديد اعارته مره ثانيه مع الفريق الفرنسي. الدوري الفرنساوي صراحه اقوى من الدوري البلجيكي، حتى لو كان بيلعب في دوري الدرجه الثانيه، ولكن المنافسات في فرنسا في تصاعد كبير جدا، وكريم بيقدم مستوى كويس، وبعد التوقيع قال المفاوضات ما بين ليرس ولانس خدت وقت، ولكن في النهايه انا موجود في لانس الان وسعيد جدا انه استمر في لانس مره ثانيه. برضو كريم حافظ من اللعيبه المبشرين كظهير ايسر عصري لمنتخب مصر يفيده في المباريات والمنافسات القادمه.
نروح للفيفا. الفيفا بيقرر بدء التصويت للجماهير على جائزة الأفضل يوم الاثنين الجاي. طبعا الاتحاد الرياضي لكرة القدم الدولي الفيفا كشف عن مواعيد إملاء الجماهير في جميع أنحاء العالم بأصواتها في اختيار جائزة الأفضل في مختلف الفئات لعام 2017. زي ما حضراتكم شايفين ميسي، كريستيانو، سواريز دول اللي أو الأبرز في الكرة العالمية، وكان قبليها أدي، كريستيانو، وبيل، وجريزمان. الاتحاد الدولي عبر موقعه على الانترنت ذكر انه هينطلق تصويت المشجعين اختار الفائزين في جوائز الافضل لاعب ولاعبه وجوائز المدربين يوم الاثنين المقبل على ينتهي في 7 سبتمبر المقبل. اضاف الموقع ان الجماهير عندها الحق في اختيار 3 لاعبين او مدربين في كل فئه، ونفس الحق اللي بيملكه ممثله الاعلام وقاده المنتخبات والمدربون، حيث يكون الاختيار الاول ب5 نقاط والثاني ب3 والثالث بنقطه واحده، وتحظي اصوات الجماهير بنسبه 25% في اختيار الفائزين بجائزه الافضل، وهي نفس النسبه لبقيه مجموعات التصويت الثلاثه الاخرى. ومن المقرر ان تقام النسخه المقبله من حفل جوائز ذا بيست او الافضل لكره القدم تحت رعايه الفيفا في 23 اكتوبر المقبل في العاصمه البريطانيه لندن للمره الاولى. كان دائم الحفله دي دايما بتقام في سويسرا، ولكن هتقام في انجلترا. الفرق ما بين الكره الذهبيه اللي تبع البالون دور وتبع مجله الفرنس فوتبول والتصويت بتاع الفيفا، ان في الفيفا بيخش فيها تقييم المدربين. هنا الاتحاد الدولي دخل كمان صوت الجمهور عشان يبقى في الاستفتاء، عكس البالون دور او في الفرنس فوتبول الكره الذهبيه بيبقى من افضل الصحفيين، ولما كان دخل معاهم برضه المديرين الفنيين، لان كانت بطوله او جائزه واحده افضل لاعب في العالم والكره الذهبيه كان ليها مردود اكبر، ولكن يبدو ان في اختلاف ما بين الفيفا وما بين الفرنس فوتبول فانفصلت مره اخرى الجائزتين. هنشوف الـ يعني خلاص الوقت بقى قريب والترشيحات كلها رايحه في نصيب كريستيانو رونالدو اللي هنتكلم عليه في الخبر التالي. كريستيانو رونالدو تم ايقافه من الاتحاد الاسباني لكره القدم 5 مباريات، ليه؟ عشان اعتدى على الحكم اسمه ريكاردو دي بورغو. ريكاردو دي بورغو ده كان حكم الكلاسيكو اللي اقيم امس في ملعب الكاب ناو، وفاز ريال مدريد على برشلونه ب3 اهداف مقابل هدف. كريستيانو رونالدو بعد ما احرز الهدف قلع القميص او قلع التيشيرت فاخذ انذار، وفي كوره ثانيه البعض يراها ان هو فيها تحايل والبعض الاخر لا يراها، ولكن حكم المباراه لقى ان فيها سيميليشن، وهي دي الكوره اللي امام حضراتكم. فالحكم اللقاء اداله الانذار الثاني وتم الطرد. بعد الطرد هو زق الحكم، وزقه الحكم ديت اللي احنا هنشوفها امام حضراتكم هي دي، شايفين الدفعه دي هي دي اللي خلت الاتحاد الاسباني لكره القدم بيدي كريستيانو 5 ماتشات. فما بالك بقى ما حدث مع كابتن ابراهيم نور الدين من لاعبي الفيصلي لما زقه زي اللي حضراتكم شفتوها، زقه صغيره جدا من مين؟ من كريستيانو رونالدو الافضل في العالم والمرشح الافضل والاقرب للحصول على جائزه افضل لاعب في العالم هذا العام، اللي حصل على تشامبيونز ليج والدوري الاسباني بطوله دوري ابطال اوروبا. لما زق الحكم زقه صغيره 5 ماتشات ايقاف وغرامه بتوصل ل 3000 يورو، والريال مدريد هيدفع غرامه كمان 2000 يورو والدنيا بتقوم ولا تقع. بصوا الزقه ازاي، بصوا الزقه ازاي. هنا بقى حد يقول لك يا عم دي زقه صغيره، دي زقه صغيره، ده كريستيانو. هناك مفيش الكلام ده، هناك مفيش الكلام ده، وهناك مفيش اصل زقه صغيره وزقه كبيره. ما عندنا واحد نطح الحكم زي النطاحه، والاتحاد العربي حتى الان والاتحاد الاردني حتى الان ما شفناش اي عقوبه، وشوفوا هناك. عشان كده الفوارق في المستوى، عايز تعرف الفوارق في المستوى بص الاول القانون بيطبق ازاي وعلى مين، على افضل لاعب في العالم. الزقه الصغيره ديت ب5 ماتشات ولسه في عقوبه، ولسه في عقوبه تأديبيه ثانيه، وحتى مهما استأنف الريال لن يستطع ان ايقاف او العفو عن ايقاف كريستيانو رونالدو. هو ده الكوره بره. عشان كده الاتحادات الاوروبيه والاتحاد الاسباني، عشان كده الكلاسيكو افضل ماتش في العالم، عشان مش بس طريقه الكوره اللي بتتلعب فيه، ازاي انا بنظمه، ازاي انا حاطط قوانين وضوابط، وحتى ان في البعض كتير جدا شايف ان كريستيانو لم يتحايل وما عملش سيميليشن،
في الكوره اللي هو خدها لنفسه حط جسمه امام امتيتي وسقط فيه. ناس قالت ده ارتدام طبيعي فمن الممكن ان هو يقع ما يستاهلش الانذار. حكم اللقاء ريكاردو دي بوركس شاف ان هي سيميوليشن اداله الانذار في الطرد الزقه الصغيره بتاع كريستيانو اديته 5 ماتشات وهو ده القانون وهو ده الفارق ما بين الاتحادات اللي بره وبين اي اتحاد اخر. وعلى الاتحاد العربي والاتحاد الاردني ينظر لهذه الواقعه ويقارنها بواقعه الكابتن ابراهيم نور الدين وعشان كده هتعرفوا الفرق. طبعا كده كريستيانو رونالدو مش هيلعب ماتش السوسيداد، مش هيلعب ماتش الليبانتي، مش هيلعب ماتش فالنسيا، مش هيلعب ماتش الديبورتيفو، ومش هيلعب ماتش ريال مدريد الكلاسيكو القادم. كلها ماتشات في منتهى القوه. عنده كلاسيكو امام برشلونه يوم الاربعاء مش هيلعبه، عنده ماتش فالنسيا من اقوى اللقاءات سواء في المستايا سواء في سانتياغو برنابيو من اقوى اللقاءات، عنده ماتش السوسيداد، وماتش السوسيداد ده دائم يعني الفرقه اللي بتخسر للدوري الاسباني بتلاقيها تعدت او خسرت من السوسيداد على ارضها. فكل الماتشات ديت هيفتقدها كريستيانو رونالدو بسبب زقة حكم قصيرة، وده برضو درس للجميع في تطبيق القانون، والقانون بيطبق بره على الكبير قبل الصغير عشان كده الكرة هناك متقدمة. ده كان آخر خبر معايا النهاردة، حتى أن ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.